معلش بقى يا شباب، واضح ان النت فيه مشكله يعني. طيب سريعا، احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الكوتينيس ليمفوما. بنتكلم عن الكوتينيس ليمفوما، قلنا عشان نتكلم عن الكوتينيس ليمفوما عايزك تعرف ان انا عندي حاجه اسمها ستيم سيل. ستيم سيل دي بتمشي على خطين، حاجه اسمها المايلويد تمام، وحاجه اسمها الليمفويد. الليمفويد او الليمفوبلاستيك ده بيطلع لي التي سيل والبي سيل والناتورال كيلر سيل. المايلويد، المايلويد ده بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي الخط الثاني بتاع البليتليتس والار بي سيز والجرانيولوسايت والايزينوفيل والاخر. جميل. طيب انا قلت عشان اعمل ديتكشن، اعرف الخلايا اللي عامله لي انفلتريشن، في حاجات بتعرفها لي، حاجه اسمها ايمينوجينوتيبك وايمينوفينوتيبك. من ضمن الحاجات الايمينوفينوتيبك اشهر حاجه اسمها الكلاستر اوف ديفرنشيشن. الكلاستر اوف ديفرنشيشن ده مجموعه ريسبتور بتكسبريس على الخلايا دي اللي هي التي سيل والبي سيل، اوكي، والناتشورال كيلر سيلز. قلنا ان التي سيل ليها حاجات مشهوره بيها، في واحد كل تي سيل عندها ال 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 سي دي 2 وال3 وال45 وال43، كل البي سيل عندهم ال19 وال20 وال21 وال22 وال79 ايه. الناتشورال كيلر عندهم 56، السي دي 4 عندها اللي هي الهيلبر، والسي دي 8 اللي هي الايه السايتوتوكسيك. جميل. طيب في حاجات ثانيه اللي هي البي سي ال10 والسي دي 10. في حاجه اسمها انابلوستيك ليمفوما كاينيز، والاخير اللي هو الايه، والحاجات اللي زي البرفورين والجرانزايم، دي حاجات كلها من الامينو فينوتيبك. في حاجه اسمها امينو جينوتيبك. امينو جينوتيبك دي بقى ده دي ان ايه اناليسيس عشان نشوف الكولوناليتي اللي هنا فيها ايه. وهو مش عشان في مونوكلون يبقى لازم تيومر، يعني ممكن يحصل في البي ال سي وممكن يحصل في حاجات تانية يعني. طيب جميل قوي. احنا عندنا بعمل ديتكشن احنا قلنا بقى مش في تي سي ال وبي سيل، التي سي ال عن طريق تي سي ار، حاجه اسمها تي سي ار اناليسيس، والبي سيل عن طريق حاجه اسمها ايه ايمونوجلوبول اناليسيس. بالنسبه للبي سيل انا هوريكم منظر الايمونوجلوبول اهو، ده الايمونوجلوبول تمام. الايمونوجلوبول ده في حاجه اسمها هيفي تشين وفي حاجه اسمها لايت تشين، ودي اسمها الانجينيك سايت. خلاص، عامه بيبقى في حاجه اسمها كونستانت والايه والفاريبل سايتس. ده المنظر بتاع الايه الايمونوجلوبول، في حاجه اسمها كونستانت وحاجه اسمها فاريبل. خلاص، في حاجه اسمها لايت تشين وفي حاجه اسمها ايه هيفي تشين. تمام، ده اللي هو اللي بنعمل له اناليسز عشان نشخص الايه البي سيل ليمفوما. جميل. بالنسبه للتي سيل ليمفوما في حاجه اسمها تي سي ار اناليسز. التي سي ار او التي سيل ريسبتور ده بارت من التي سيل بيتكون من اثنين بولي بيبتايد، يا اما الفا وبيتا يا اما جاما ودلتا. الفا وبيتا وجاما ودلتا هما فيهم الفاريبل والديستنت والكونستنت والجي ريجونز، دول بعمل لهم اناليسز عشان ايه اشخص، زي ما انا هوريكم الصوره بتاعت التي سي ار انجن ده عشان اشخص الايه الكوتينيوس تي سيل ليمفوما. شايفين المنطقه اللي فوق دي اسمها الانجينيك بايندنج تمام. التي سي ار في الفا او جاما وبيتا او دلتا، الفا او جاما ناحيه والناحيه الثانيه فيها بيتا او دلتا، دول فاريبل ريجن ودول الكونستانت ريجن تمام. ده سي دي 3، دي منطقه تي سي ار وده سي دي 3، اوكي. طيب نبتدي نتكلم بقى عن اشهر حاجه اللي هو الكوتينيوس تي سيل ليمفوما. ماشي يا جماعه، الموضوع غايه في الاهميه والخطوره، واحنا لازم نبتدي كده واحده واحده، وتركزوا معايا قوي 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 قوي. تقريبا من اصعب الحتت في الجلد. احنا بنقسم التي سيل ليمفوما ازاي؟ التي سيل ليمفوما عندي برايمري وسكندري تمام. التي سيل ليمفوما عندي برايمري وسكندري. طب دول ايه؟ دول نون هوجكن، ده حصل كوتينيا بيورلي كوتينيوس انفلتريشن في او تي سيل انفلتريشن للجلد تمام. في منهم برايمري وفي منهم سكندري، دول اللي هم النون هوجكن. يبقى الليمفوما او تي سيل ليمفوما بشكل عام في منها الهوجكن وفي منها النون هوجكن. النون هوجكن دي في منها تي سيل وبي سيل والناتورال كيلر سيل. التي سيل عندي منها برايمري كوتينيوس وسكندري كوتينيوس. البي سيل في منها البرايمري كوتينيوس والسكندري كوتينيوس. الناتورال كيلر في منها حاجه اسمها بلاستيك واكسترا ايه نودل. جميل. يبقى تاني، انا عندي حاجه اسمها هوجكن ليمفوما وحاجه اسمها نون هوجكن ليمفوما. النون هوجكن ليمفوما دي في منها ثلاث حاجات، يا اما تي سيل يا اما بي سيل يا اما ناتورال كيلر سيل. ناتورال كيلر في دي حاجه نودل، دي حاجه اسمها بلاستيك واكسترا نودل.
التي سيل عندي برايمري كوتينيس والسكندري كوتينيس، البي سيل عندي برايمري كوتينيس والسكندري كوتينيس. طيب احنا كلامنا النهارده هيبقى تحديدا على التي سيل، لو قدرنا نجيب معاها البي سيل كان بيها، بس ما اعتقد هتبقى الامور صعبه شويه ان احنا نتكلم في الاثنين يعني. طيب جميل قوي، هنتكلم دلوقتي عن التي سيل لينفوم. يبقى احنا قلنا التي سيل في منها برايمري وسكندري، هنتكلم اول حاجه عن الفاريانس بتاعت البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما، يعني جلد الاول بعد كده ايه سيستميك، جلد الاول بعد كده سيستميك، جلد الاول بعد كده سيستميك. واصله؟ جميل جدا. اول حاجه في الفاريانس بتاعت البرايمري كوتينيوس احنا بنحكي حدوته، ولازم نفهم ونتخيل كويس قوي عشان الامور تتسهل. البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما، يبقى تاني احنا قلنا عندي هوجيكن والنون هوجيكن، نون هوجيكن تي وبي وناتشرال كيلر. انا همسك التي، في منه برايمري في منه سكندري. طب البرايمري ده بس واحد كده، البرايمري ده عباره عن ايه؟ عن ثلاث حاجات، يا اما ام اف يا اما نون ام اف يا اما ليمفو بروليفريتيف، يا اما ام اف يا اما نون ام اف يا اما ليمفو ايه بروليفريتيف. الام اف هنقولها سهله، النون ام اف في منها سي دي 30 بوزيتيف وفي منها سي 30 نيجاتيف، وانجيو سنتريك ليمفوما وحاجه اسمها هيدرول لايك ليمفوما. الليمفو بروليفريتيف دي ال HIV 1 اسوشيتد والبوست ايه ترانسبلانت سيندروم. تاني احنا دلوقتي كلامنا على البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما، كلامي عن البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما في منها ثلاث حاجات، يا اما ام اف يا اما نون ام اف يا اما حاجه اسمها ايه ليمفو بروليفريتيف. ليمفو بروليفريتيف دي HIV بوست ترانسبلانتيشن سيندروم. جميل. طيب الاثنين التانيين عندي حاجتين، يا اما ام اف يا اما نون ام اف. النون ام اف دي في منها ايه؟ في منها حاجه اسمها سي دي 30 بوزيتيف وحاجه اسمها سي دي 30 نيجاتيف، وفي حاجه اسمها انجيوسنتريك لينفوما، وفي حاجه اسمها هيدرول لايك لينفوما. اوكي. طيب يبقى احنا تحت ايه الاربعه التلات تقسيمات دول؟ تحت البرايمري كوتينيوس اللي هم نوع من انواع النون هوجكن اللي هم جايين من الايه من الكوتينيوس لينفوما. جميل. انزل لتحت شويه وابتدي بالايه بالام اف. الام اف ده العظيم القوي بتاع القصه كلها، زي ما كنا بنقول في البولس كده البنفيجاس هو الالفا، هنا الام اف هو الايه هو الالفا بتاع الموضوع. لازم احفظ كويس قوي 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 على مستوى الماستر هو الام اف يعني بيبقى كافي، والباقي بس بنعرف التقسيمه على مستوى الدكتوراه او الام دي او بعد كده لازم اعرف كل حاجه. على مستوى هنا في الام اف يعني البدايه الاول هنبتدي ونركز قوي في موضوع الام اف ده. الام اف ده انا عايزك تعرف ثلاث كلمات مهمين جدا 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 جدا. اول حاجه اسمها كلاسيك ام اف، ثاني حاجه اسمها كلينيكو باثولوجيكال فاريانس، ثالث حاجه اسمها اريثرودينميك اند سيزاري سيندروم. ثاني في الام اف ده انا عايزك تعرف ان في حاجه اسمها كلاسيك ام اف، في حاجه اسمها اريثرودينميك ام اف وسيزاري سيندروم، وفي حاجه اسمها كلينيكو باثولوجيكال ايه فاريانس. ده اللي هو الام اف. الام اف ده اللي هو من ايه نوع من ايه؟ الام اف ده اللي هو نوع من ايه؟ من البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما. جميل. قلنا فيها ام اف ونون ام اف وايه والليمفو بروليفريتيف. البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما دي جايه ايه؟ في منها سكندري في منها برايمري اللي هم نوع من النون هوجكن لينفوما. جميل. الام اف قلنا عندي اللي هي مايكوس فانجويدز، وبالمناسبه كانوا بيسموها كده عشان هي كانت سببها اللي شبه الفانجرال انفكشن يعني بيقولها انيولار ليجن وايريثيمتس وليها ريزد بوردر، فكنا بيسموها في الاول مايكوزس ايه فانجويدز. تمام. جه الاسم من هنا يعني. الام اف بقى ده عايزك تحفظ فيه ثلاث كلمات، في حاجه اسمها كلاسيك ام اف، وفي حاجه اسمها كلينيكو باثولوجيكال تايب، وفي حاجه اسمها اريثروديرميك اند سيزاري سيندروم. ايه بقى يا عم الام اف وايه قصه الام اف دي؟ ده انفلتريشن لمالجنانت لينفوسايت للجلد. طيب جميل قوي. هو الدنيا بتيجي كده والله لحد الان مش معروف له سبب. في ناس تقول لك اه ده بيجي بعد ال اتش تي ال في فيروس، ناس تقول لك والله لا ده بيبقى في بيرسيستنت كرونيك انجين مثلا موجود او بيرسيستنت كرونيك اكزيما وبعدين تتحول لمالجنانت تشينجز انفايرومنتال اكسبوجر تكستايل والميتال اندستريز والحاجات دي. ناس تقول لك لا والله ده هو الاتوبي له رول في يعني سيفير اتوبيك ممكن يخش لهم يبقوا ام اف. الحقيقه الايتيولوجي بتاع الام اف لحد الان مش معروف. طيب
لان اف يعني مينلي بتبقى من 50 60 سنه ممكن تيجي في التشيلدرن طبعا تمام زي اي تيومر وممكن تيجي وهي ذا موست كومن تايب اوف ايه في كوتينيوس تي سيل لينفوما. ارجوكم ما حدش يوقع مني حاجه لان الموضوع شويه زي ما قلت لكم معقد. تاني انا بتكلم في الام اف اللي هي نوع من البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما اللي هي نوع من النون هوجكن لينفوما في موضوع كبير اسمه الكوتينيوس لينفومز. انا بتكلم دلوقتي عن الام اف قلت ان ليها كلاسيك وقلت ان ليها كلينيكو باثولوجيكال تايبس وقلنا في اريستروديرميك سيزاري سيندروم. انا بتكلم في الكلاسيك ام اف قلنا انها ممكن تبقى ديوباسيك اتش تي ال في فيروس انفيرومنتال او سيفير اتوبيال. جميل. طيب تاني حاجه عايزه تعرفها ان اي كلاسيك ام اف له اربع ستيجز يا اما بري باتش يا اما باتش يا اما تيومر ستيج تمام يا اما بليك ستيج يا اما بري باتش وباتش وبليك وتيوم. السؤال اللي هتساله هل دي سيكونس يعني مريض بيجي لي بري باتش كده يبقى باتش بعد كده يبقى بليك بعد كده تيومر؟ لا هو الطبيعي ان هو هيمر في السيكونس دي بس بتاخد مده طويله جدا 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 ولكن حقيقه صعب قوي انك يعني نادر قوي ان يكون مريض بيخش من باتش على البليك ولا وعلى فكره في بليك في تيومر ستيج من غير ما يمر بالمراحل دي بنسميه تيومر دون بليك تمام. طيب انا هقول المواضيع دي وبعد كده نتفرج على الصور. جميل. يبقى انا قلت لك انا عندي بري باتش وباتش وبليك وايه بري باتش وباتش وبليك وايه وتيومر ستيج. يعني انا حاسس انا عايز يبقى فيه بس شويه ايه تصحصحوا كده لان الموضوع هو مترتب فوق بعضه كده. انا بتكلم دلوقتي في كلاسيك ام اف. اوكي. طيب البري باتش ستيج عيان بيبتدي يجي له ايه وده صعب يعني بيبقى قليل قوي العيان اللي هو يجي لك على طول لان هي الليجن اللي بيطلع بري باتش ستيج ده نون سبيسيفيك يعني بيبقى ايتشي اريثيميتس نون انفلتريتد باتش وبتبقى موجوده ممكن تيجي على البلفيك جيردل تيجي على الشولدر جيردل وبتبقى ريزامبلس الفانجل انفيكشن ارتيم انيلار سنترفيوجم اكزيما العين بيفضل بيها سنين ومش عارف ومش داري او ممكن مش واخد بالي يقول لك التهابات يقول لك في عدوى فطريات بيروح يتعالج الاول على اساس وكلنا ساعات بيعدي علينا الموضوع ده نعالجه على اساس ان هو فانجل انفيكشن اكزيما تينيكروريز خصوصا ان هو بيجي في الاغلب في هيدن اريا. الباتش ستيج ديت على مستوى الهيستوباثولوجي لسه ما حصلش الابيديرموتروبيزم اللي هو المالجنانت ليمفوسايت تروح تهاجم الابيديرمز لسه ما حصلش الكلام ده مش ما بقاش ويل استابليشد قوي يعني كرونيك ليمفوسيتك انفلتريت واحده او اتنين اتيبيكال سيل ده لو لقى وما حصلش المايكرو ابسس لسه ولا الابيديرموتروبيزم بقى زي ما هنشوف في الهيستوباثولوجي والصور بتاعته. كل الفكره مع عنده باتش ستيج او في البري باتش ستيج ده على فكرة ممكن تقعد up to 40 أو 50 سنة عنده pre-batch stage وممكن يحصل لها spontaneous resolution كمان ما تكملش. زي ما قلت لكم هي eczematous أو stress form lesion بيبقى موجودة على الباتوكس والعيان بيقرش وهي دي كل مشكلته. احنا في كل نوع هنقول الكولونالتي هنا أخبارها ايه في atypical cells ولا مفيش atypical cells يعني كل نوع هنقول فيه. هنا الديتكشن بتاع الاتيبيكال سيلز هنا مش الهيستوباثولوجي صعب جدا وحتى لان بيبقى في واحده او اثنين يعني السي دي ام ان انت تصبغ السي دي هات بيبقى صعب جدا فهنا بيحتاج حاجه اسمها دي ان اي سايتوفلورومتري او نيوكلير كونتور اندكس تمام يعني محتاج يا اما دي ان اي سايتوفلورومتري يا اما نيوكلير كونتور اندكس. على مستوى الكلينيكال تشخيصها صعب جدا على مستوى الكلينيكال تشخيصها صعب جدا. مع مرور الوقت المريض بيخش في الباتش ستيج هنا بيحصل ابيديرموتروبيزم يبدا يحصل اتيبيكال سيلز اكتر يبتدي يحصل لي ايه اريثيميتس انيولر باتشز ايتشي بتبقى موجوده في الايه في دايما في هيدن اريا ده مش معنى انها مش هتيجي في ان اكسبوز يعني ممكن تيجي في اكسبوز اريا. يبقى احنا بنقول البري باتش وبعد كده بنقول ايه الباتش ستيج. العيان بتاع البري باتش هو لازم يقلب لباتش؟ لا مش لازم ده ممكن يقعد up to 25 سنة 30 سنة 40 سنة عنده بري باتش ممكن تروح لوحده. الباتش ستيج هل ان هو يقلب لبليك؟ لا مش شرط. انا يعني نادر قوي نشوف باتش بيقلب لبليك ستيج. عايزين نتفرج على شوية صور كده قبل ما نخش على البليك ستيج.
يعني شايفين الاريثيميتس ليجن دي نون انفلتريتد اريثيميتس باتشز دي كلها بتاعت الباتش ستيج بتيجي اكتر على الايه على الـ على الباتوكس بتيجي على الـ على الـ دايما في هيدن اريا تمام شايفين المنظر كلها باتشز بتيجي في الايه في الهيدن اريا باتشز بتيجي في الهيدن اريا يعني نشوفها ممكن تعالي الاول نعرف عنها الانفكشن يعني ده طبيعي يعني كتير جدا تفضل يفضل المريض بيعاني الحقيقه يعني تمام هنا بيبتدي يحصل حاجه اسمها ايه ابيدرموتروبيزم زي ما احنا بنشوف في ده في الباتش ستيج يبتدي يحصل هنا اللي احنا شايفينه ده المالجنانت تي ليمفوسايتس اللي بتروح الابيدرمس دي بنسميها ايه بنسميه ابيدرموتروبيزم ويبتدي المايكرو ابسس يبتدي يتكون استعدادا يبتدي في اخر الباتش ستيج وبدايه الايه البليك ستيج تمام في الستيج ديت المريض السي دي هات بقى بيبقى ليها رول الكلاستر اوف ديفرنشيشن وان احنا بقى نشخص بالكلاستر اوف ديفرنشيشن بيبقى ليها رول حي تمام شايفين المالجنانت سيلز دي طيب احنا زي ما اقول لكم احنا بنتكلم عن الام اف اللي هي جزء من برايمري كوتينيوس تي سيل ليمفوما قلنا اسبابها قلنا ان هي فيها فاريانس كلينيكو بسولوجيكال وكلينيكال وكلاسيك فاريانت وريسوديرميك او سيزاري سيندروم وبعد كده اتكلمنا عن الايه على الكلاسيك ايه كلاسيك قلنا في البري باتش والباتش والايه والبليك ستيج خلاص احنا اتكلمنا دلوقتي عن البري باتش والباتش ستيج خلاص بنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها ايه البليك ستيج البليك ستيج دي مين بتبقى ايل ديفايند اريثيميتس ايتش بليكس خلاص البليكس دي بتبقى ممكن تاخد انيلر كونفيجريشن تاخد لينير كونفيجريشن هي ما لهاش حاجه سيرفيجنس ممكن يبقى فيها معاها اجزاء لسه باتشز واجزاء بقت بليكس عاده يعني بتبقى لونها ريتيمتس تو بلوم كلر كده نادر ان يحصل في المرحله بتاعه البليك ستيج ديت السريشن انا عايز اوريكم بعض الحاجات كده شايفين مثلا الراجل ده عنده بعض الحاجات لسه ستيل باتشي وبعض الحاجات بدات تبقى بلاك خلاص او بليك ستيج اوريدي تمام الليجن دي كانت باتشز وبعد كده بقت بلاك عنده في نفس الوقت باتشز وبلاك موجوده في الباتوكسجين معظم الليجن الصور في الهيدن اري اللي الراجل ده عنده ليجنز باتشي وليجنز برضو بدأت تبقى بلاك وعنده بولس ليجن الليجن ده شوية بقى انفلتريتد بلاك هو الأول كان باتش وبعد كده بقى انفلتريتد بلاك تمام نفس الكلام هو هنا ده بلاك وممكن اللي هي بتبقى الصعوبة لما المريض بيجي لي في البلاك ستيج أو بليك ستيج و يعني بيبقى ديفينشن النوز عادي بقى يتحط بقى ساركيدوزس بيتحط البليك ام اف يتحط البي سيل لينفوما وعارفين الام اف دي من حاجه اسمها جريت ايميتاتورز يعني بتاخد اشكال كتيره يعني ليها كلينيكال وبسولوجيكال فاريانس كتيره زي الساركيدوزس كده والاتش اي في والسيفلس دي حاجات نسميها جريت ايميتاتورز تمام شايفين المنظر صور ما بين البليك ستيج والباتش ستيج البليك ام اف عود عينيك عليها هو مفيش طبعا تشخيص ام اف من غير هيستوباثولوجي بس انا بقول لك القصد يعني ايه امتى سسبيشن تعمل امتى يكون في سسبيشن او سسبكت ان الليجن ده ممكن يكون ام اف دي ليجنز كلها لبلاك ام اف انا لما اشوف الليجن ده ممكن اقول عليه ايزينوفيلكس سيلولايتس اقول عليه فيكس دراج اوبشن اقول عليه ايرلي مورفيا يعني طبيعي بس هو الشطاره بقى ان انت يبقى في دماغك الام اف اقول عليه ديب تايب سيمانيلر سنترفيوجن وفوش يعني سكيلز قليله
شايفين الصور؟ طيب اوكي. بعد كده المريض بيمر بمرحله اسمها التيومر ستيج. التيومر ستيج والله بقى المريض هنا بيطلع له تيومرز على الاوريدي بلاك. دي بتبتدي تطلع تيومر. تيومرز زي يعني زي نودولار ليجن بقى. البلاكس دي بتاخد منظر نودولار ليجن، ده في كلاسيك فورم يعني. تطلع نودولار ليجن، والنودولار ليجن دي ممكن تبقى بيبقى الارنجمنت بتاعها في انيولار مانر او لينير مانر او سكاترد او جروب ديماتيفر لان ده تيومر. والحقيقه ان الليجنز دي غالبا بيحصل لها سنتر حاجه اسمها سنترال السريشن، بتبقى ايريتيميتس وبتبقى ايتشي تمام، وممكن تطلع لوحدها من غير الدباجه الاولانيه دي، ونسميها ايه حاجه اسمها تيومر دومبلي. اوكي ونسميها تيومر ايه دومبلي. تاني احنا كنا بنتكلم على حاجه اسمها برايمري، بنتكلم على حاجه اسمها كوتينيوس ليمفومز، وقلت ان الكوتينيوس ليمفوما دي في عندي هوجكن ونون هوجكن، وقلت ان النون هوجكن ده في من عندي حاجه اسمها برايمري كوتينيوس وسكندري كوتينيوس، وقلنا البرايمري كوتينيوس يس ده قلت كل يعني سوري النون هوجكن ده في من عندي حاجه اسمها تي وبي وناتورال وان كي سيلز، كل دول في منهم برايمري وسكندري كوتينيوس تي ليمفوما. خدنا احنا التي عشان نتكلم عليها في الاول لانها الاشهر، قلنا ان فيها قلنا ان فيها برايمري وسكندري. البرايمري في منها ام اف، قلنا ام اف وحاجه اسمها ليمفو بروليفيريتيف اللي هم الاتش اي في اسوشيتد والبوست ترانسبلانت ليمفوم. وبعد كده اتكلمنا عن الام اف. الام اف قلنا ان احنا عندنا ايه فيها كلاسيك فورم وفيها كلينيكو باثولوجيكال تايبس وفيها حاجه اسمها اريستروديرميك وسيزاري. بنتكلم دلوقتي عن الكلاسيك. الكلاسيك ده قلنا ان فيه بري باتش وباتش وبلاك وتيومر ستيج تمام. قلنا ان البري باتش انيلر ريتيميتس او انيلر ريتيميتس او سرايسي فورم ليجن بيبقى في الهيدن اريا، ممكن نحول بعد كده للباتش ستيج. بس البري باتش اللي ممكن تقعد لها 30 سنه على ما تكون، ممكن تنقل على طول لباتش ستيج، وممكن يطلع على طول باتش ستيج من بري باتش من غير بري باتش. بعد كده بيبقى عندي حاجه اسمها بلاك ستيج، دي بلون كالرد او ريدش بليكس في انيولار مارنر، وبيبقى فيها سنترال كليرنج لحد ما. ليجن دي بتبقى اريثيميتس ريرلي السريتد. بعد كده نودولار ليجن ويل سيركمسكرايبد نوديولز، بتبقى ممكن في الاغلب بتالسريت بعد كده، والنوديولز ديت ممكن تطلع لوحدها او انطبوا في اولد ليجنز. ولما بتطلع لي حاجه اسمها تيومر دومبلي. وقلنا ان الاول بيبقى فيه الاتيميك الليمفوسايتس بتبقى قليله، ومفيش حاجه اسمها ايبيدرموتروبيزم اللي هو الليمفوسايتس اللي بتروح تهاجم الايبيدرمس دي. بعد كده مع الوقت بيبدا يحصل لي حاجه اسمها ايبيدرموتروبيزم. بعد كده بيبدا يحصل لي ايه، يحصل لي المايكرو ابسس. المايكرو ابسس ده بيتكون في المراحل اللي هي بليك ستيج او الديرمال او النودولار ستيج. اللي انا عايز اقوله ان مش شرط ان المريض يتحول في الستيجز دي، يعني يمر بالاربع ستيج ده مهم قوي. وان احنا من الصور اللي شفناها ان انا امتى اسسبكت ان ده الام اف، ما يعديش عليك الام اف، يعدي عليك اي حاجه، يعدي عليك فانجل انفكشن، يعدي عليك اي حاجه في الدنيا، بس اوعى يعدي عليك ام اف تمام. المايكرو ابسس هنا اسمه بوتيرين ماكرو ابسس تمام. المايكرو ابسس هنا اسمه بوتيرين ماكرو ايه ماكرو ابسس. جميل. طيب انا عايزين نتفرج على كام صوره كده للتيومر ستيج عشان ده ما الصور بتاعته. دي صور للتيومر ستيج بتاعت ال ام اف. دي صور للتيومر ستيج بتاعت ال ام اف زي ما احنا شايفين كده. ده بليك على تيومر بقى، شايفين النوديول المحترمة، شايفين النوديولار ليجن ديسيمينيتد نوديولز بالمنظر ده. ده نوديول حصل لها ألسريشن، بعض النوديولز وهت undergo central ulceration برضو. مفيش age ولا 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 site immune against ال MF. اوكي okay.
مريخين. النون فيشز دي بتحصل كمان مع ال ام اف خصوصا تيومر الاستيج يعني. تمام طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن ال ام اف، خلصنا الجزء الكوتينيوس بتاع الكلاسيك فورم بتاع ال ام اف. بعد كده في حاجه اسمها اكسترا كوتينيوس فورم، يعني يعني العلمويين ده يحصل ميتاستاسيس، يحصل لينفادينوماسي، يبقى ميجالي سبلينوميجالي، ولا يبقى بومارو والشيست بيبقى فيه بارانكايما نيريولز، ولا يبقى الليورال فيوجن، الحاجات بقى بتاعتنا بتاعت السكندري دي. البون هلاقي في اللونج بون وفي الفيرتيبري سي ان اس والليبتومنجيس الجي اي تي الهارت الاورال كافيتي، كل الكلام ده بيحصل، ممكن يحصل ايه الديسيمينيشن يعني الميوكوس ممبرين ما تنسوش ممكن يحصل فيه الديسيمينيشن. فعشان اعمل دايجنوز لحاله كلاسيك ام اف يبقى بعمل ايه؟ بعمل كلينيكو باثولوجيكال كوريليشن ما بين السكن والليمف نود والبلد والفاريوس اورجانس، ما بين السكن والليمف نود والبلد والايه والفاريوس اورجانس. جميل. طيب هنعمل بقى دلوقتي حاجه اسمها زي ما قلنا الهيستوباثولوجيكال كلاسيفيكيشن او هيستوباثولوجيكال دايجنوز. احنا قلنا ان كل مرحله ليها هيستوباثولوجي واستعرضناها. الاميونو فينوتيبك بتاع الكلاسيك ام اف زي ما قلنا بنقول كلاستر ديفرنشيشن من سي دي 3 وسي دي 4 وسي دي 7. يعني انا طبعا اعمل ايه لما تيجي تقول لي يعني انا اطلب ايه من المريض اخر من لما اخد بايوبسي اطلب سي دي ايه عشان التكلفه على المريض؟ على الاقل سي دي 3 و4 و7 و8، على الاقل 3 و4 و7 و8، على الاقل 3 و4 و7 و8. ده في حالات لما اكون شاكك في الايه في تي سيل لينفوما. في البي سيل هنقول بقى وقتها الامينو فينوتيبك التي سي ار كونفيجريشن. تمام. اغلب الام اف بتكسبريس حاجه اسمها الايه الفا بيتا تي سي ار، زي ما قلنا ان في الفا بيتا وفي ايه جاما دلتا. هنا اغلب الام اف بتشوف فيها البريدومينانس بتاعت الايه الالفا بيتا تي سي ار. تمام. طيب ده على مستوى الجلد. على مستوى الليمف نود بعمل اي بالبوب الليمف نود لازم اعمل لها بايوبسي، اي بالبوب الليمف نود لازم اعمل لها بايوبسي. تمام. اللي بيبقى رياكت فايبر بليزيا بعد كده ممكن اعمل ديتكشن للتيبيكال ليمفوسايتس فيها. تمام. ممكن اعمل سي تي برده او للنودولار ليجن دي، اعمل ايفالويشن للبلد اشوف ليمفوسايتوزيس ايزينوفيليا. في حاجه اسمها سيزاري سيلز، بالمناسبه السيزاري سيلز ديت بتبقى تيبيكال ليمفوسايتس بتبقى اكتر من 5% في حاله سيزاري سيندروم واقل من كده في العادي. تمام. فالسيزاري سيل دي دورها اكتر في حاله الايه السيزاري سيندروم. تمام. ال HTLV فيروس يعني ممكن اعمل له سيروتايب بقى يعني بس مش مستاهله قوي يعني. اعمل ليفر فانكشن تشيست اكس راي بوم مارو سي تي سكان، كل الحاجات دي من الحاجات المهمه اللي بعملها. في كلاسيفيكيشن بتاع الام اف حاجه اسمها تي ان ام كلاسيفيكيشن. التي ان ام كلاسيفيكيشن ده قال لك التيومر ستيج التي 0 ده ما فيش لا كلينيكال ولا باثولوجيكال، تي 1 اقل من 10% بودي سيرفيس اريا، تي 2 بليك اكتر من 10% بودي سيرفيس اريا، تي 3 دخلت في مرحله التيومر، تي 4 الاريسوديرم. يبقى تاني تي 0 انا مش شايف ولا يعني ليجن كلينيكال سسبيشس بس انا مش دايجنوستيك، تي 1 بليك اقل من 10% بودي سيرفيس اريا، تي 2 بليك اكتر من 10% بودي سيرفيس اريا، تي 3 كوتينيوس تيومرز، وتي 4 ده اللي هو الايه الاريسوديرم. تمام. طيب الليمف نود ان 0 ده نوت كلينيكال ايه ديتكتبل، ان 1 ده اللي هو البالبابول باثولوجيكال فور بالبابول بس باثولوجيكال سوري نورمال، ان 2 ده نوت بالبابول بس باثولوجيكال نورمال، ان 3 بالبابول وايه وباثولوجيكال ايه بالبابول محسوس وباثولوجيكال ايه ام اف. طيب تمام قوي. الفيسرال او الام ام 0 ده مفيش فيسرال افكشن، وام 1 في ايه فيسرال افكشن. يبقى انا عندي في حاجه اسمها عشان اعمل كلاسيفيكيشن لان ده مهم. طب هل دور ان انا اعمل الكلاسيفيكيشن ده؟ يعني دور ان انا احاول قدر المستطاع ان انا بعمل الكلاسيفيكيشن ده عشان اشوف هي ستيج كام زي ما هنقول دلوقتي. يبقى عندي ان ام ده التي 0 ده مفيش، تي 1 بليك اقل من 10%، تي 2 بليك اكتر من 10% بودي سيرفيس اري، تي 3 تيومر ستيج، تي 4 ريستروديرم. الليمف نودز اول حاجه زي نوت باثولوجيكال او كلينيكال، ان 1 كلينيكال بس باثولوجيكال لا، ان 2 باثولوجيكال بس كلينيكال لا،
ان 3 كلينيكالي وباثولوجيكالي افكتد. الفيسرال ام 0 لا، وام 1 هي ايه؟ فيسرالي افكتد. تمام. وبالتالي وبناء عليه الكلاسيفيكيشن، شايفين المنظر ده؟ الستيج 1 في منها A و B، ستيج 2 في منها A و B، وستيج 3 وستيج 4 في منها A و B. هنا في ستيج 1A ال T0 هو ال T1 بس، وN وM0، ال 1B T2 وN وM0. الستيج 2 في منها A و B، ال A T1 ل 2 وال B T3. هنا ال N 1 وهنا ال N 1 ل 0 وهنا مفيش M. الستيج 3 T4 تيومر ستيج، وN يا إما 0 يا إما 1، بس في الأغلب لازم يكون لينف نود محسوس. وهنا ام 0. ستيج 4 هي تي تيومر من 1 ل 4 ايا هو ايه، وهنا الليمف نود من 2 ل 3 والام والديستانس متاستاز 0. هنا الليمف نود من 0 ل 3 والديستانس متاستاز ايه؟ 1. يعني في فيسترال ديستانس ايه؟ متاستاز. هي ايه الباك بروجنوستيك؟ يعني انت اعرف ان البروجنوست بتاع المريض ده سيء. اكيد طبعا بالطبيعه، يعني الليت ستيج يعني التيومر ستيج والاريثروديرما واللينف نود افكشن اثنين او ثلاثه لينف نود افكشن، اولد ايج جنرال كونديشنز واحسن فيسرال افكشن، في اتيبيكال سيلز في البريفرال سيلد، في ديجري عاليه من السيلولر اتيبيا، الاميونيتي بتاعت البيشنت ضعيفه، دي كلها باد بروجنوستيك فاريانت فاريبلز او باد بروجنوستيك اندكسز انديسز بتبقى في دماغي وانا بحط القرار لعلاج المريض ده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكوتينياس ونتكلم عن الكوتينياس لينفوما. الكوتينياس لينفوما فيه عندنا هودجكن ونون هودجكن. الهودجكن النون هودجكن ده فيه منها تي سيل وبي سيل والان كي سيلز. التي سيل دي من عندها فيه عندي برايمري وسكندري كوتينياس فورمز. برايمري كوتينياس نتكلم عليه الاول، في منها ام اف ونون ام اف والليمفوبروليفراتيف. بنتكلم على الاول ام اف اللي هو الاشهر والاضخم واللي بنشوفه كتير واشهر واحد واشهر واحد في كلينيكال تي سيل لينفوما. قلنا ان احنا عندنا كلينيكال باثولوجيكال تايب وارثروديرما وايه او سيزاري سندروم وسيزاري سندروم، وفي حاجه اسمها الكلاسيك ام اف. كلاسيك ام اف بري باتش وباتش وبليك وتيومر ستيج واكسترا كوتينيوس زي الليمف نود وفيسترال ميتاستاز وات ايفر. قلنا الهيستوباثولوجي بتاعهم واليمينو فينوتيبك واليمينو جينوتيبك. قلنا كمان الكلاسيفيكيشن الـ تي ان ام كلاسيفيكيشن وازاي اعمل ستيجنج ليها والانفستيجيشن اللي بعملها لها. ده كل ده لما اتكلم على الكلاسيك ام اف. اخلص بعد كده من حاجه اسمها اريثروديرميك والسيزاري سيندروم. الاريثروديرميك ام اف دي ده اريثيما وانفلتريشن وسكيلنج اكتر من 90% وبادي سيرفيس ادي. هي ستيج ممكن يخش لها بعد التيومر ستيج او قبل التيومر ستيج. وعايزين نفرقها من السيزاري سيندروم اللي هي فروم ذا ستارت السيزاري سيندروم. يبقى في عندنا حاجه اسمها اريثروديرميك ام اف وسيزاري سيندروم. السيزاري سيندروم ده فروم ذا ستارت السيزاري سيندروم. ده السيزاري سيندروم. الاريثروديرميك ام اف لا، ده مريض كان عنده بليك او باتش او ايفر وممكن يوصل لمرحله ان هو دخل بقى اريثروديرما اريثيما وانفلتريشن وسكيلنج اوف اكتر من 90% اوف ايه اوف بادي سيرفيس اري. طيب جميل جدا، دي الاريثروديرما. طيب السيزاري سيندروم هي ايه؟ ده مريض عنده ايه؟ عنده سيزاري من اسمها، في حاجه اسمها سيزاري سيلز، دي اتيبيكال لينفوسايتس في البريفرال بلاد. لما يكون في ديتكشن اكتر من 5% من سيزاري سيلز يبقى ده سسبيشس لحاجه اسمها سيزاري سيندروم. مع الهيستوباثولوجي والكلينيكال بقول المريض ده سيزاري سيندروم وعلاجه هيبقى كذا. طيب السيزاري سيندروم ده كلينيكال يبقى عامل ازاي؟ بيبقى فيه اريثروديرما، بيبقى مني بالمصول افكتد بغزاره قوي على عكس الايه الارثوديرميك ام اف. المريض ده بيبقى عنده الايتشنج فاريبل في الارثوديرميك ام اف بيبقى سيفير قوي. المريض ده بتاع السيزاري سيندروم بيبقى عنده بالمو بلانتر كراتوديرما سب انجل هايبر كراتوزيس، النيبل هايبر كراتوزيس بيبقى عنده نيبل هايبر كراتوزيس، سكيلي سكالب، لينفادينوباسي، نيل ديستروفي زي ما قلنا، اكتروبيوم، لينفوسايتوزيس. الاقي بعض التيومر تيومر ام اف وفيري فيري باد بروجنوز الحقيقه. يعني يبقى احنا عندنا الاريثروديرميك فورمز، عندنا اريثروديرميك ام اف وسيزاري سندروم. اريثروديرميك ام اف ده مر بالمراحل، ده مريض مر بالمراحل.
اما السيزاري سيندروم هو لونز ستارت حاجه اسمها سيزاري سيندروم لانه عنده حاجه اسمها اتيبيكال سيزاري سيلز في البريفرال بلاد. لما تكون اكتر من 5% في بودي سيرفيس وفي برسنتج بتاعها شويه بقول عليها ايه، المريض ده عنده بوزيتيف سيزاري سيلز في البلاد، وبالتالي هو مع الكلينيكال كورليشن هو سسبيشس ليه ان يكون عنده ريسودرميك سيزاري سيندروم. طب انجل هايبر كراتوزس، طب بلانتر كراتوديرما، لينفادينوباسي، اكزوسايتو اكتروبين، ليمفوسايتوزس، سكيلي سكيل، نيبل هايبر كراتوزس، ايتشينج، تبقى فاريا الايتشينج، تيومر ستي، تيومر ام اف، وبور بروجنوزس، وبور بروجنوزس، وبور بروجنوزس. طيب افرق من الاريسوديرميك ام اف والسيزاري سيندروم. الايتشينج هو فاريبل بس يعني هو في السيزاري سيندروم اكتر، يعني في السيزاري سيندروم الايتشينج بيبقى اكتر. البروجنوزس بتاع السيزاري سيندروم سيء، بتاع الاريسوديرميك ام اف احسن شويه. السيزاري سيلز اقل من 5% في الاريسوديرميك ام اف، اكتر من 5%. الاكرال ديستريبيوشن او الاكرال افكشن هو عاده بيبقى سبيرد في الايه، في الاريسوديرميك ام اف، ولكن في السيزاري سيندروم بيبقى افكتد وبيشد وبغزاره جدا. يبقى احنا قلنا الكلاسيك، وتاني حاجه الحاجه اسمها الايه، الاريسوديرميك والسيزاري سيندروم. نتفرج على شويه صور ليهم كده. دي اريسوديرميك ام اف، هنشوف شوف الاكرال سبيرد ازاي. هنشوف اكرال اللي هتلاقيها ايه، كل ما نروح ناحيه الاكرال اريا هتلاقيها هيحصل ايه سبيرنج. تمام. طيب دي صور من السيزاري سيندروم، ممكن يبقى معاها لينوين فيشز على فكره كمان، من ديفرنشال دايجنوست بتاع لينوين فيشز. يبقى السيزاري سيندروم بالمبلانتر كراتوديرما، اكتروبيان، سب انجوال هايبر كراتوزس، سكيلي سكال، بنيبل هايبر كراتوزس، بيبقى معاها ايتشنج، بيبقى معاها بو بروجنوزس، ممكن الاقي بعض التيومر ستيج، تيومر ام اف، لينوين فيشز زي ما قلنا، بالمبلانتر كراتوديرما، بالمبلانتر كراتوديرما زي ما كنا ايه بنتكلم. شايفين ال مركزين معايا ولا الامور بعدت شويه عشان نبرسيد يعني. طيب احنا كنا بنتكلم ونقول ان احنا عندنا كلاسيك ام اف وخلصناه، ريسوديرميك ام اف وخلصناه، سيزاري سيندروم وخلصناه. نيجي بقى على الكلينيكو باثولوجيكال تايب. انت عايز تقول ايه موضوع الكلينيكو باثولوجيكال تايب؟ انا عايز اقول لك ان الام اف ده وحش، ممكن يجي باي منظر وباي صوره وباي شكل كان، باي شكل كان، ولذلك لازم نقرا كويس قوي ولازم نركز كويس قوي في اللي بنقوله ده. في حاجه اسمها كلينيكو باثولوجيكال تايب، ودي لا تخضع لاي قيمه للقياس من الحاجات اللي قلناها قبل كده. يعني ايه؟ طب انت عرفت منها انها ام اف عشان هيستوباثولوجي فيها ام اف، فاسمها كلينيكو باثولوجيكال تايبس. هي كلينيكالي ما لهاش تبع البري باتش والباتش وال، لكن هيستوباثولوجي هو هيستوباثولوجي بتاع ايه، بتاع ام اف. جميل، واصله المعلومه دي؟ طيب يعني ايه؟ يعني انا هوصلك كده رصه ونبدا نقولهم واحده واحده بقى مع بعض. في حاجه اسمها بولكيلو ديرميك ام اف، في حاجه اسمها هايبر بيجمنتد وهايبر بيجمنتد ام اف، في حاجه اسمها جرانيولوميتس لاك سكن، فوليكولار سيرينجوتروبيك ام اف، في حاجه اسمها بيجمنتد بيبريك لايك ام اف، فيروكال واكسيوتيك ام اف، كيراتوس بايلاج لايك، بايدرما جانجرنوزم لايك، ارسيما انتيوز انيولار سنترفيوجن لايك، اكانسوزس نيجركانس لايك، باستولار بولس. كل دي فاريانس بنسميها كلينيكو باثولوجيكال تايب. يعني طب امتى لم امتى اشك كرونيك نوت ريسبوندينج تريتمنت، ابتدي بقى اعيد حساباتي. المدة الزمن والمدة الطويلة ليها حكمة في الموضوع، هي بتخليني أزق في التشخيص. يعني زي ما قلت لكم دي حاجة اسمها clinical pathological type. clinical pathological type يعني hypo و hyperpigmented MF، verrucal، exotic MF، pigmented purpuric like، keratosis pilaris like،
It seems annular like. I can choose nigger can the like. في حاجة اسمها palmaris ablantaris. Pulls, pustular. Granulomatous like skin. Follicular. Syringotropic. هنتكلم كده سريعا واحدة واحدة كده عن عن الحاجات الحلوة دي. أول حاجة هنتكلم عليها بايكيلو درمك. عشان أقول كلمة بايكيلو درمك MF يبقى المريض ده عنده إيه؟ عنده أتروفي وهايبر وهايبوبيجمنتيشن موتلينج. يبقى المريض ده عنده أتروفي هايبر هايبوبيجمنتيشن وتلانجيتريزيا. دي كلمة البايكيلو درمك. يبقى بايكيلو درمس باتش كرونيك ونوت ريسبوندينج ان التريتمنت باتش او باتشز وموجوده منلي في ان اكسبوزد اريا. ابتدي اشك ايه ان المريض ده عنده حاجه اسمها بايكيلو درمك ام اف. هي واصله الفكره بتاعه الكلينيكو باثولوجيكال تايب دي عشان هي فكره شويه يعني مفرقعه كده. يعني ازاي بقى انت عندك ليجنز لا تخضع للقياس القديم وفي نفس الوقت هي ام اف. احنا قلنا وريت ايميتيتور يجيب اي شكل واي صوره. وبالتالي الكلينيكال تايبس دي لما لها كورليشن مع الهيستوباثولوجي بقول عليها ايه؟ كلينيكو باثولوجيكال تايب. وعلى رأى اولهم البايكيلو درمك ام اف. شبه البايكيلو درما اوف سيفيت ممكن تيجي زي البايكيلو درما اتروفي هايبر او هايبوبيجمنتيشن كلانجكتيزيا لونج تايم موجود على هيدن اريا السايت الكلاسيك بتاعت الام اف البلفيك جيردل وخلافه. ابتدي اشك ان المريض ده ايه؟ هوريكوا صور. ابتدي اشك ان المريض ده عنده ايه؟ بايكيلو درمك ايه؟ ام اف. من اشهر الاماكن اللي بتيجي فيها البريست بنسميها بايكيلو درمك ام اف. كلانجكتيزيا واتروفي وهايبر هايبوبيجمنتيشن او ديسبيجمنتيشن. انا المرات اللي شفتها فيها كانت على البريست كلها يعني. شايفين المنظر؟ يبقى اول حاجه من الباثولوجيكال تايبس هما الايه؟ البايكيلو درمك او كينكو باثولوجيكال تايبس هما البايكيلو درمك ايه؟ ام اف. طيب جميل قوي. تاني نوع الهايبوبيجمنتد. الحقيقه الهايبوبيجمنتد ام اف ده انا ساعات بسال نفسي سؤال، هو احنا بنعالجه ليه؟ هو ايه اللي بيه اصلا؟ هو افتكر هو ده هيحصل فيه سكندري ليمف نود او ميداس. انا عمر ما شفته ما اعرفش هو هل هو ريبورتد ان حصل فيه. هل احنا بنعالجه عشان اللون بس ولا احنا بنعالجه عشان ده ممكن يقلب نود الميتاستاس وديستانس ميتاستاس؟ الحقيقه يعني ده اكتر بيجي في الاطفال، ممكن يجي في الادلت ايج. ال ديفايند هايبوبيجمنتد ماكيولز وباتشز بتبقى ديستريبيوتد دايما في الهيدن اريا ولا ان ممكن ياخد اي مساحه. هو بيرسبوند كويس قوي للبوفا يعني. والله هو حتى الحاجات اللي بترجع بيحصل له ريلابس دايما ودايما بيحصل له ريلابس، بس هو البروجنوز بتاعه إلسوير يعني كويس جدا يعني. بس هي هايبوبيجمنتد باتشز وماكيولز بتبقى مش دي بيجمنتد، هايبوبيجمنتد باتشز وماكيولز وبتبقى الهيستوري بتاعها تمام. زي ما انتم شايفين كده في هايبوبيجمنتد ليجن يعني الباتوكس طبعا ديفرنشال ديجنوز بقى يعني ستارتنج فيتيليجو وبوست انفلاماتوري. بس طبعا ستارتنج فيتيليجو مش كل الحجم ده. بروجريسيف ماكيولار هايبوميلانوزيس يعني هايبوميلانوزيس في ايتو بقى لو سنه صغير شويه. كل دي حاجات من اللي ايه من الليجن سسبكت الهايبوميلانوزيس ام اف. الحقيقه يعني هو بيتحسن قوي المريض ده على الـ على التوبيكال على سوري البوفا سيستميك بوفا بيتحسن جدا يعني. بس الحقيقه حاليا بقى بنعمل النارو باند يعني عشان السيفتي ميجرز يعني. الهايبر بيجمنتد ام اف ده ديفيوز هايبر بيجمنتد باتش او ديفيوز هايبر بيجمنتيشن تمام. وعلى فكره النوع ده ممكن يجي مع بعض التيومر او بليك ستيج ام اف او يجي مع انواع تانية خالص. وهو رير الحقيقه يعني الهايبر بيجمنتد ام اف ده بيبقى يعني حد فطن قوي اللي يعني هو رير شويه الهايبر بيجمنتد ام اف تمام. انت اهم حاجه بس الكلينيكال سسبشن يعني ان هو ده هايبر بيجمنتد ام اف. الكرونوستي والسايت والحاجات دي كلها بتروح في اتجاه ان انت ايه هايبر بيجمنتد ايه
ام اف. اتفقنا؟ طيب بعد الهايبر مومنتد ام اف، على فكره الام اف ده ممكن يجي سنجل ليجن، سنجل باتش، سنجل بليك، سنجل مديول، واتيفر يعني. طيب في حاجه اسمها فوليكولار ام اف. الفوليكولار ام اف ده ممكن يجي جروب دي فوليكولار بابيولز كده وكواليز وتعمل لي بليك، والبليك ده يدفويد من الهير، وممكن تبقى اسوشيتد مع الفوليكولار ميشينوز، يعني فوليكولار ميشينوز تقلب لي فوليكولار ام اف. تمام، يحصل لي حاجه اسمها ميشينريه، ينزل الميوسين بقى كده، يضغط ينزل الميوسين او من غير ما يضغط. تمام، يبقى الفوليكولار ام اف ده ممكن يجي في اي هيرفول، يعني يجي في الاربراوز، يجي في البيرد، يجي في المستاش، ودايما بيبقى سيفيرلي بيريتك. يبقى جروب دي فوليكولار ليجن، جروب دي فوليكولار ليجن دي بكواليز تعمل لي بليك، البليك ده شيء اللي بيوقع الشعر، يبقى ديفويد اوف هير. الليجنز بتبقى انيلر او ديستريبيوتد في الاغلب، ممكن يبقى اسوشيت مع حاجه اسمها ميشينريا، ويبقى فيه ايه سيفير ايتشنج في المريض ده. تمام، عايزين نبص على كام صوره ليه كده. شايفين الجروب دي فوليكولار ليجن دي؟ تمام، يعني هي جنب دي كده ممكن نفكر في انجيو لمفويد هايبربليزيا وزيزينوفيل، يعني ده من الديفرنشال دايجنوستس اللي ممكن نحطها بسهوله يعني. شايفين بقى في منظر تاني كده هوريه لكم. دي الليجنز بتاعت ال في نوع تاني حاجه اسمها بالماريز ايبلانتيرز. هو ده بس بيبقى عنده يا اما فيزيكال باستول ليجن او سكيل هايبر كيروتوتيك ليجن او بومفلكس لايك. وشوف انا هو كلهم شبه يعني، بومفلكس يدي اكزيما تانية ماما بتاع يعني، كل الحاجات دي من ديفرنشال دايجنوستس بتاعته. بس لما بلاقي بالم وصول افكشن يعني بالم بلانت، سواء بقى كراتوديرما او فيزيكولار ليجن او بومفليكس نوت ريسبوندنج للتريتمنت ولونج هيستوري، لازم ابتدي اشك في الايه في الـ في الـ في الـ في الـ في البالماريز ايبلانتيرز تايب بتاع الايه بتاع الام اف، الام اف بالماريز ايبلانتيرز تايب. النوع اللي بعد كده في حاجه اسمها سيرنجوتروبيك ام اف. والسيرنج تروبيك ده بقى يعني بيبقى شبه، وسألنا الناس تدخله نوع من الفوليكولار تايب. تمام، ده بيبقى باتشز او بليكس كده، وبيبقى المكان اللي فيه بيجي في الهيري اريا، وبتعمل لي انهيدروز والويشيا من الافكتد بليكس. يبقى باتشز او بليك بتيجي في هيري اريا وبتعمل لي الوبيشيا للافكتد اريا. تمام، طيب في نوع مشهور قوي اسمه باجيتايت ريتيكولوز، والانفلتريشن هنا مينلي سي دي 8. باجيتايت ريتيكولوز والانفلتريشن هنا مينلي سي دي 8، في منه لوكالايزد وديسيمينيتد تايب. الديسيمينيتد او مالتي ريجنال تايب بنسميه كاترون جودمان ديزيز، بنسميه ايه كاترون جودمان ديزيز. يبقى الباجيتايت ريتيكولوز ده من الانواع المشهوره، والسي دي 8 في منه لوكالايزد وايه ديسيمينيتد تايب. هو من لوكالايزد طبعا اشهر، لازم تعرف فيه ثلاث كلمات، لوكالايزد ديسيمينيتد واللوكالايزد اشهر، وهو بيبقى سي دي 8. اوعى تنسى دي. وعايز اقول لك على حاجه كمان، كلينيكالي بيبقى الحقيقه محير جدا، لان هو ممكن يبقى ويل ديفايند اريتيميتال كيلي بليك وتبقى وبيرزيست ونوت ريسبوندنج تريتمنت، عالج انها فانجل واكزيما وسورايسيس، والحقيقه بيبقى نوت ريسبوندنج للاوردينري تريتمنت. شايفين المنظر بتاع الباجيتويد ريتيكولوز؟ يعني هنشوف انا اقول لك سورايسيس اكزيما اكسيوزيس، يعني هتقول اي ليزن من الحاجات دي ممكن تدي يعني. هي هنا بقى ايه، انا ما انا لو مش عارف ان في حاجه اسمها باجيتات الكلوز مش هشوفها. شايفين باجيتات الكلوز قد ايه؟ اقول لي سنجل ليجن بالمنظر ده وبرزيست. تمام، فلازم ابقى واخد بالي كويس قوي يعني، وفرقها من البالمارز ايبلانتيرز. تمام، اسمه جرانيوتس لكس كده، جرانيوتس لاك سكين ده عنده في الحاجة من حته من سكين فولز ليجن هنا، بيبقى عامل زي بندولوس ليجن كده، ليجن مدلدل كده بندولوس، بيبقى موجود في الانترا تريجونال اريا، يجي في الاكزيلا، يجي في الانجوينال ليجن،
وده رير وهو ما كيس ريبورتس قليلة. والحقيقة اللي انت عشان تشخصه يعني لازم عندك يعني انت لو تعرفش في حاجة اسمها جرانيوليوما سلاك سكين من ضمن الكلينيكو باثولوجيكال تايبس عمرك ما هتعرف تشخصه. يعني انا مديك فرصة ان احنا نشوف صور لي يعني مثلا منظر زي ده بنسميه جرانيوليوما سلاك سكين. جرانيوليوما سلاك سكين شايفين المنظر ده بندولاس ليجن كده بيبقى موجود في الايه, وهنا بيبقى فيه جرانيلوما في الهيستوباثولوجي بتاع الليجن ونكروتيك ليجن نكروتيك تيشو. شايفين المنظر ده بندولاس ليجن كده, وهو في الاغلب بتبقى يونيلاترال يعني مش بايلاترال في الاغلب يعني. تمام, يجي دايما في الانترا تريجونال اريا. فخد بالك اوعى اوعى تمس حاجه زي دي تبقى جميل. الموضوع ماشي ولا الامور ايه؟ طيب في نوع من انواع من الكلينيكو باثولوجيكال تايب اسمه البولس, او انا بقى في سابق بدل ما البولي بقى ريزيستنت تريتمنت. يعني اي مريض ده خد بالك بتاع البولس ممكن يبقى عنده ام اف عادي ومعاه بولس, او ممكن يبقى من البدايه بولس ليجن بس تنس بولي, وده بتبقى محيره طبعا في الديفينشن دايجنوزس. وعايزه بقى ان انت يعني باثولوجيست درماتولوجيست هاي معاك يقدر يشخص من بدري ان دي والله الليمفوم. بتبقى للاسف انها ممكن تبقى فلاسيد او تنس وتيجي مع ام اف ليجن او ما تجيش, فبتبقى محيره شويه البولس ام اف يعني. تمام, طيب في مناسبة البولس يبقى نقول الباستولر تايب. الباستولر تايب ده بيبقى مالتيبل باستولر ليجن وديسيمينيت اول اوفر ذا بادي, وبيبقى يا اما على نورمال سكين يا اما على اريثيميت سكين. برضو ده فيري فيري رير وحالاته قليله قوي يعني. على فكره شبه الاكيوت جنرالايزد باستولر رابشن, وبيبقى شبه الاكيوت جنرالايزد باستولر سترايسز. فالحقيقه عشان تشخصه بده محتاج منك الموضوع شويه مجهود, يعني ان انت لازم تكون عارف ان في حاجه اسمها باستولر ام اف. في حاجه اسمها بيجمنتد بربريك ام اف. البيجمنتد بربريك ام اف عارفين البيجمنتد بربرا والاربع خمس انواع بتوعها, بس ده الحقيقه ان مريض بيجمنتد بربرا مش موجوده في ديبندنت اريا. يعني انت عارفين البيجمنتد بربرا ده موجوده اكرال مينلي اكرال ديستريبيوتد, لا ده المريض ده عنده بيجمنتد بربريك لايك ليجن, وتبقى موجوده ايه, تبقى موجوده في الترانك موجوده في الفيس. فدايما يبقى سسبيشس للايه لل يعني اوعى ما يجيش في بالك البيجمنتد بربريك ام اف, لانه من الانواع اللي هو الحقيقه فيري 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 رير يعني. يبقى احنا واحنا بنتكلم احنا اتكلمنا عن الهايبر بيجمنتد, اتكلمنا عن الهايبر بيجمنتد, اتكلمنا عن السيرنجوتروبيك, اتكلمنا عن الـ عن ال البندو الجرامينتا سلاك سكن, اتكلمنا عن البرميز ايبلانتيرز, اتكلمنا قلنا ان في فيروكال تايب يعني بيرسيستنت فيروكال بليكس بتبقى موجوده على اللور ليم دي, ممكن افكر انها ام اف. البرجيتوريت ريتيكولوزس وده بيبقى دايما لوكالايزد وساعات يبقى جنرالايزد وبيبقى ويل ديفايند اريثيميتا سكيل بليك. تمام, وبيبقى في انتنس ايتشنج. اتكلمنا كمان من ضمن الكلينيكال باثولوجيكال تايب على الفوليكولار والسيرنجوتروبيك تايبس, اتكلمنا عن البيجمنتد بربريك لايك, اتكلمنا عن الارثيم انيولار لايك, اتكلمنا عن كانسوز نيكريكنز لايك. الليجنز دي كلها بنسميها او البولس والباستولار تايب بنسميها كلينيكال باثولوجيكال فاريانتس اوف ايه اوف حج ام اف. طيب خد بالك بقى معايا, احنا اتكلمنا بادئ زي بدء في الاول, قلنا النهارده بنتكلم عن كوتينيوس لينفوما, ونزلت من الكوتينيوس لينفوما وعملت سهمين كده وقلت ان انا عندي والله هوجكن ونان هوجكن, وجيت النان هوجكن قلت ان انا عندي ايه تي سيل وبي سيل وناتورال كيلر سيل, واتكلمت بعد كده عن الايه واتكلمت بعد كده على التي سيل, وقلت تي سيل هي اللعبه بتاعتها. تي سيل في منها برايمري وسكندري, برايمري في منها ام اف ار زي ذا سيم بروجنوز اوف ذا كلاسيك ام اف,
الحقيقه ان الكلينيكو باثولوجيكال فاريانس الهايبو والهايبر بيجمنتد والليوكال والبيجمنتد لايك وما دون البولس والباستولر والجرانوليوماتوس لايك سكن الحقيقه البروجنوز بتاعهم هايل يعني والبروجنوز بتاعهم احسن من الكلاسيك ام اف كمان. الا لو اسوشيتد معاهم كلاسيك ام اف في تيومر ستيج او بلاك ستيج ده موضوع تاني بقى تمام. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الام اف قلنا الام البرايمري كوتينيوس تي سيل لينفوما قلنا في ام اف ونون ام اف والاتش تي ال في والهيومن واللينفو بروليفيريف تايبس الكلاسيك ام وبعدين كده قلنا الام اف اللي قلنا في منها كلاسيك ام اف وسيزاري او ايستروديرميك والكلينيكوباثولوجيكال الكلاسيك ام اف في بري باتش وباتش وبلاك ستيج والتيومر ستيج ده الكلاسيك تايب. بعد كده قلنا كلينيكوباثولوجيكال تايبز وقلنا بقى هايبو وهايبر بيجمنتد وقلنا ان في بيجمنتد بيربريك لايك جرانيتس لايك سكن وقلنا في فوليكولار وسيرنجيوتروبيك وقلنا ان في فيروكال تايب وقلنا في اكسيوتيك تايب ورسيمانيولار لايك وقلنا ان في فوليكولار تايب ويمكن مع فوليكولار ميشينوزيس وقلنا ان في قلنا ان في بولوس تايب وباستولار تايب دي كلها انواع من الايه من الام اف. اتكلمنا بعد كده عن السيزاري سندروم واتكلمنا عن الايرستوديرميك تايبس وقلنا السيزاري سندروم والمبلانتر كرياتوديرما سب انجل هايبر كرياتوزيس سكيلي سكالب نيبل هايبر كرياتوزيس المريض ده بيبقى معاه ايتشينج لناين فيشيز لينفوسايتوزيس سيزاري سيلف البريفرال بلاد. اتكلمنا عن الهيستوباثولوجي والامينوفينوتيبك والامينوجينوتيبك بتاع الليجنز والكلاستر اوف ديفرنشيشن وقلنا نطلب ايه اكتر حاجات. هنتكلم على تي على التريتمنت سريعا. اهم حاجه ان انا في التريتمنت ده بشوف بعمل ستيجنج واشوف الجنرال الكونديشنز بتاعه المريض اعمل ستيجنج واشوف جنرال كونديشنز بتاعه المريض. احنا قلنا في التي ان ام ستيجز وقلنا هنظبطها ازاي برودلي كده. احنا عندنا في حاجه اسمها سكين دايركتد ثيرابي ده حاجات بيقول كوتينيس سكين دايركتد ثيرابي وده بيولي كودينيس والجزء الثاني اللي هو ال غير السكين دايركت ثيرابي اللي هو السيستميك. السيستميك ده عندي كيمو ثيرابي والايه والريتينويدز. طب السكين دايركت ثيرابي بقى عندي تي توبيكال سترويد توبيكال ريتينويد توبيكال كيمو ثيرابي الفوتو ثيرابي الراديو ثيرابي وحاجه اسمها توتال الكترون بيم ثيرابي. يعني احنا في التريتمنت في حاجه اسمها سكين دايركت ثيرابي في حاجه اسمها سيستميك ثيرابي. السكين دايركتد ثيرابي دي في عندي توبيكال سترويد توبيكال ريتينويد توبيكال كيمو ثيرابي فوتو ثيرابي راديو ثيرابي وتوتال سكين الكترون بيم ثيرابي. الكيمو ثيرابي عندي فيها حاجه اسمها يا اما سوري السيستميك ثيرابي في عندي يا اما كيمو ثيرابي يا اما حاجه اسمها الايه الريتينويدز. حاجات الجديده اللي هي البايولوجيك ريسبونس موديفايرز زي الاكسترا كوربريال فيتوفريسز انترفيرون جاما الانترلوكين 2 و12 المونوكلونال انتيبادي والليمفوما فاكسين والبومارو طبعا ترانسبلانت. تمام طيب هكلمكم سريعا كده عن الحاجات بتاعه السكين دايركت ثيرابي. التوبيكال استرويد ده ليميتد في الايرلي ام اف التوبيكال ريتينويد زي الباكسروتين واعتقد ان هو مش عندنا الباكسروتين ده بستخدمه بقى يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع وازود الجرعه. في حاجه اسمها توبيكال كيمو ثيرابي زي النيتروجين ماسترد وده باخد 10 مللي بحطهم في 5 مللي ووتر في 50 مللي ووتر. واهم حاجه بس ان انا ايه عشان الكونتاكت السنسيتايز الكونتاكت او الاريتيشن بتاعه او الكونتاكت دامج ممكن يحصله احطه في الاول هنا ساعتين ثلاثه واشطفه وبعد كده ازود الـ 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 المده بتاعته بيساعد يعمل سكين اريتيشن جامد. طب اللي عندهم سكين اريتيشن جامد في حاجه اسمها النيتروزو ريال او الكروماست الكروماستين ده وده بيتاخد ده بيبقى 25 من 50 ملي جرام في 95% الكحول وده بستخدمه برضو افري اذر داي يعني يعمل لي بقى هايبر هايبومنتيجن للجكتيزيا الحاجات اللي زي دي. يبقى توبيكال ريتينويد الباكسروتين التوبيكال استرويد التوبيكال كيموثيرابي زي النيتروجين موسترد والنيتروزو ريال يوريا فوتو ثيرابي زي ما انتم عارفين البوفا السورة اللي من الترا فايلوت اي السورة اللي ده باخد 1 ملي على 1 سنتي على 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 100 ملي على على لتر ميه واعمله كمادات ده لو عامله توبيكال بوفا او اخد الالترا ده اللي هو او اللي هو الالترا ميلانين بينت او اخد النيو ميلانين تابلت 2 اورس قبل الجلسه بساعتين.
البوفا ده بيتاخد every other day. طبعا المحاذير بتاعته بقى pregnant lactating اقل من 12 سنة، مشكلة في الاي الاتش سي في هيباتيك، كل الكلام ده. الكيوميوليتيف دوز ما تعديش 1200 جول لكل سنتيمتر سكوير، يعني اكتر من يعني في حدود 200 جلسة. خدوا بالكم احنا بعد 100 جلسة بناخد بايبس تانية، يعني دايما كده ان احنا بعد 100 جلسة او 150 جلسة بناخد بايبس تانية بنأسس، يعني ناخد بايبسي وبعد كده بناخد بعمل العلاج وبعد 100 جلسة ناخد له ناخد البايبس تانية. يعني الالترا فايلوت بي سيفر. طب هقول لحضرتك في اخر عشان لسه بس كتير الاسماء، معظم انا بقول لحضرتك اللي ليها اسماء تجارية معروفة اوكي، اللي مش عندنا اصلا بقول لحضرتك ان هو مش عندنا. تمام طيب هو انت اصلا انت حضرتك احنا كجلد انت مش هتعالج غير ستيج واحد في الام اف، يعني او البري باتش او الباتش ستيج بس، غير كده مش هت مش هت مش هتاخدي حاجه. ال في حاجه اسمها سوبرفيشال راديشن زي ما قلنا، والالكترون بيم راديشن. الالكترون بيم راديشن ده بيبقى حوالي 3000 راديون في فراكشنيتد دوزز، نتائجه هايله بس ده في بيبقى في الـ في الستيج الادفانس الادفانسد شويه. تمام علاجه عند الجلديه ونعم. انا بقول لحضرتك اهو احنا علاجنا هيقف لحد لحد يعني زي ما قلت زي ما احنا كنا بنشرح كده لحد ستيج 1 ستيج 2 اي، اكتر من كده احنا ما لناش دعوه بالمريض ده. اهم حاجه يعني عدى الباتش ستيج او عدى او سوري عدى البليك ستيج او بليك ستيج ومع نودل، احنا مش 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 حالتنا يعني. تمام احنا بتتعاملي مع البري باتش والباتش ستيج والايرلي بليك ستيج، دول اللي بتتعاملي معاهم. الحالات الثانيه دي مش حالتنا، بنعمل ريفيرال طبعا للكيمو ثيرابي. الام اف هو كيمو ريزيستنس الحقيقه، يعني مش من الحاجات دايما اللي هي بتاخد بقى في الباليشن بقى، يعني في حاجات كتير بقى الديكسوربين والميثوتريكسيت والاوتوبوسايت كرومبيوسيل، يعني اعطاش وقتك بقى في الحاجات دي. يعني انت بتعرف بس ان في ميثوتريكسيت اوتوبوسايت كرومبيوسيل الشوب ريجيمن، لان الحقيقه ما هوش كيمو سنسيتيف، هو كيمو ريزيستنس للاسف. يعني الام اف من الحاجات اللي هي كيمو ريزيستنس. السيستميك ريتينويدز الباكس روتين طبعا هو ده اللي هو السيلكتيف ريزونال اكس ريسبتورز، بيعمل اندكشن ابوبتوزيس مش عندنا طبعا. احنا بنستخدم الاسيتريتين، يعني انا اقول جاوبت حضرتك الفريم، بنستخدم الاسيتريتين، والاحسن ان انت تعمل ريبوفا كومباينيشن ما بين الاسيتريتين وال 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 والبوفا او الريتينويدز مع الانترفيرون او الريتينويدز مع الاكسترا كوربوريال الكتروفريزز. بالمناسبه في حاجه اسمها اكسترا كوربوريال الكتروفريز، ده بياخد المريض ده ياخد الدم بتاعه يعرضه البوفا ويدخله جوه الجلد ده. يعني الفكره طبعا صعبه شويه ومش ابليكابل يعني وما تتعملش. البيولوجيك ريسبونس موديفايرز دي حاجات بقى بتقلل الايه الجروس بتاع الكانسر سيلز او بتجيت ريدي اصلا من الـ من الـ من الكانسر سيلز او بريفنت الايه السبريد. الانترفيرون جاما بيقلل الجروس بتاع الكانسر سيلز وبيقلل الناتورال كيلر سيلز. الانترلوكين 2 ده بيعمل افكت الجروس بتاع الناتورال كيلر سيلز وبيقلل تي ليمفوسايت بروليفريشن. الانترلوكين 12 هو بيشتغل على مينلي على تيومر انجيونيسيس وبيزود الانترفيرون جاما والتي هيلبر 1 سايتوكاينز. في حاجه اسمها مونوكلونال انتي بوديز، يعني في مونوكلونال للسي دي بالتحديد زي المونوكلونال سي دي 4 انتي بودي، الراديو ليبلد انتي سي دي 5 انتي بودي، الان سي دي 52 انتي بودي. الحاجات دي كلها من حاجات اندر ترايل وحاجات استابليشد، بس طبعا احنا ما عندناش الـ زي الانتاك والانذار والحاجات دي للاسف مش عندنا. يعني في حاجه اسمها لينفوما فاكسين، ده اميون ثيرابي، ده تيومر سيلز ومعاها اميون ستيمولنت، المريض بياخدها كل شهر، يعني برضو مش حاجه يعني فعاله قوي. يعني زي ما قلت لكم مهم قوي ان التريتمنت اكوردنج للستيج، زي ما اوريك كده جدول كده التريتمنت اكوردنج للستيج. يعني باتش ستيج مين هي بسكن دايركتد ثيرابي، تمام. البليك ستيج سكن دايركتد ثيرابي مع بيولوجيك ريسبونس موديفاير. ريسودرمك نفس الكلام، سكن دايركتد بيولوجيك ريسبونس موديفاير ممكن يخش الكيمو. التيومر سكن دايركتد بيولوجيك ريسبونس موديفاير والكيمو، اللي هو الكيميك فورم ده البيولوجيك ريسبونس موديفاير والكيمو ثيرابي.
لو في لينف نود يبقى لازم ياخد فيزيوثيرابي، لو في فيسرال في المريض في الحاله دي بياخد راديو وكيمو ثيرابي. خلي بالك انا يعني انا الامور واضحه ولا 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 الوضع صعب شويه ولا ايه يا شباب؟ طيب احنا كنا بنتكلم في النون هوجيك الليمفوما وقلنا ان في تي سيل وبي سيل وناتورال كيلر، قلنا ان في كل نوع من الانواع دي في منها برايمري وسكندري. بدانا نتكلم في البرايمري كوتينيس تي سيل ليمفوما، قلنا عندنا النون ام اف والنون ام اف اللي هي سي دي 30 نيجاتيف والسي سي دي بوزيتيف والانجيوسنتريك والهيدرو تايب، واتكلمنا عن الليمفوبروليفيتيف ديس اوردرز وقلنا ان في ليمفوبروليفيتيف ديس اوردر الاتش اي في والبوست ترانسبلانت. جبنا الام اف قلنا كلينيكال وبسولوجيكال تايب وقلنا الكلاسيك وقلنا الايه سيزاري سندروم كلاسيفيكيشن الورك اب الهيستوباثولوجي، واتكلمنا عن التريتمنت بتاع الام اف. طيب في حاجه اسمها سكندري كوتينيس تي سيل ليمفوما هنأجلها شويه، يعني ممكن بقى في المره الجايه، لان واضح ان طبعا الامور هتبقى زياده كده قوي المره دي. هنتكلم دلوقتي في البرايمري كوتينيس الحاجات اللي هي نون ام اف. نون ام اف زي سي دي 30 بوزيتيف والسي دي 30 نيجاتيف والانجيوسنتريك والايه والليمفوما. السي سي 30 بوزيتيف والسي دي 30 نيجاتيف والانجيوسنتريك والليمفوما. السي دي 30 بوزيتيف ده رير جدا وبتبقى سوليتري او مالتيبل ألسريتد نوديولز، والحقيقه الفينوتايب والجينوتايب بتاعها الفينوتايب يعني مبقاش كلاسيك قوي، يعني سي دي 3 والسي دي 4 والسي دي 30 بوزيتيف. الكلونال الجينوتايب بتاعها الكلونال دي سي ار ارينجمنت. في حاجه اسمها سي دي 30 بوزيتيف انجن كي واي انجن كنا اتكلمنا عليه في الاول، وهو الحقيقه بيبقى في الكوتيبيولي كوتينيس سي دي 30 ليمفوما، ولما بيبقى موجود بيبقى اسوشيتد وذ ايه وذ بور وذ جود بروجنوز. السي دي 30 دايما بتقلب بالسريشن زي ما هوريكم بعض الصور ليها. يعني نوديولار ليجن وراح متانترجو سنترال السريشن. في نودولار ليجن واندرجو سنترال ألسريشن. يعني هو مش كلاسيك قوي وهي رير، ولكن لازم ابقى عندي خلفيه عنها، ما ينفعش ما بقاش عندي خلفيه عنها. الحاجه الثانيه اللي بعد كده في حاجه اسمها ايه ال سي دي 30 نيجاتيف سيلز، والحقيقه ان دي برضو بتبقى فيري رير والبروجنوز بتاعها بيبقى احسن شويه من سي دي 30 بوزيتيف كوتينيس تي سيل ليمفوما. الليمفوماتويد بابيلوزيس يعني الحقيقه ساعات بنعتبر الليمفوماتويد بابيلوزيس ده لو جريد او ابورتيف تايب من تي سيل ليمفوما. العيان ده بيجي له فيري ايتشي بابيولز ونيديولز وفيها سنترال نيكروزيس، وتبقى دي على الترانك دايما خلاص، ممكن على فكره تبقى لوكالايزد يحصل سبونتينيوس هيلينج وتطلع في كروبز تانية، ممكن تفضل up to 50 years المريض بيحصل له كده recurrent groups of nodular lesion و papular lesion بيحصل لها central necrosis، والليجنز دي عمالة بتطلع عمالة بتطلع عمالة بتطلع. فالحقيقة يعني نقدر نعتبرها من low grade lymphomas أو الـ intermediate lymphoma، لان الحقيقه المريض ده ممكن يبقى اسوشيتد معاه ام اف او هيجي له ام اف او في النص ام اف، فبنسميها لو جريد ليمفوما او بورتيف تايب من كوتينيس تي سيل ليمفوما. هو مش لازم يعني مش لازم يحصل له ليمفوما، بس طبعا الفولو اب مهم جدا جدا لمريض الليمفوماتويد بابيلوزيس. عاده اكتر مكان بيجي فيها الليمفوماتويد بابيلوزيس هو الايه الترانك، ممكن تيجي على الاكستريمتيز او ممكن تيجي على الاكستريمتيز طبعا. Don't miss lymphomatoid papillosis. Don't miss lymphomatoid papillosis. مهم قوي، لأن العلاج lymphomatoid papillosis الحقيقة علاجه سهل ومعقول جدا. إن الميستروكسيد أو البوفا الحقيقة المريض بيبقى بيتحسن جدا، وممكن نستخدمه كمان ريبوفا ريتينويدز مع الـ
مع الـ مع الـ مع الـ الـ الفوتوثيرابي. وممكن ميثوتروكسيد كمان بيجيب نتائج معقولة جدا في الايه في الـ في الـ في الـ في الـ في الليمفوماتويد بابيلوز. عايز انط شويه كده اروح يعني احنا خلصنا, احنا قلنا سي دي 30 بوزيتيف والسي دي 30 نيجاتيف بما فيهم الليمفوماتويد بابيلوزس. اروح للهيدروا فاكسين فورم تايب. انتوا عارفين هيدروا طبعا, الهيدروا ده نوع من انواع الفوتوثيرابي, سوري الفيتو درماتوزيس او الفوتو سنسيتيف درماتوزيس او الفوتو اجريفيتد فوتو سنسيتيف او فوتو اجريفيتد درماتوزيس. المريض ده بيبقى لما بيتعرض للشمس بيحصل له زي فيزيكلو نودولار ليجن كده, وبيحصل له سنترال نيكروزس, وتسيب فيريلو فورم سكار بتبقى من على بتبتدي على الاكسبوزد سايت وبعد كده تيجي الهيدن اريا. بيقول ان الشتاين بار فيروس له رول فيها, والحقيقه لما الشتاين بار ديتكتد يبقى لازم اعمل فولو اب للمريض ده على طول, لا ريثما يخش في ايه في الليمفوما. فالهيدروا لايك ام اف يا اما هي هيدروا لايك يعني ام اف شبه الهيدروا, يا اما هيدروا قلبت لي بام اف. الحقيقه المريض ده بيبقى عنده زي ما قلت لكم فيزيكلو نودولار ليجن بتبقى الاكسبوزد اريا, وتروح وتسيب فيريلي فورم سكار يعني شبيهه شويه بالتشيكن بوكس سكار. السي دي سي 3 وسي دي 45 و8 وممكن يبقى سيرتي كمان. البروجنوز بتاعها سيء للاسف. هنا بقى بنقول اول مره في التريتمنت الايه هي اسمها ساليدومايد, وللاسف مش موجود دلوقتي. في بعض الليمفوماز اللي تولد الاتش اي في والبوست ترانسبلانتيشن ليمفوما ما فيش يعني, دي ممكن تيجي ام اف, ممكن تيجي سي دي 30 بوزيتيف, ممكن سي دي 30 نيجاتيف, ودول عاده بعض العينين اللي بيعملوا ترانسبلانتيشن. السكندري كوتينيوس تي سيل ليمفوما عندنا في ثلاث انواع, يا اما نوع اسمه سب كوتينيوس بانيكولايتس لايك ادل تي سيل لوكيميك ليمفوما, والسكندري كوتينيوس سي دي 30 انابلاستيك. السكندري كوتينيوس زي سي دي 30 بوزيتيف, دي زي البرايمري كوتينيوس بالظبط, يبقى انت خلصت منها كده. يتبقى لك نوعين, السب كوتينيوس بانيكولايتس والادل تي سيل لوكيميك ليمفوما. سب كوتينيوس بانيكولايتس, بانيكولايتس ده يعني سب كوتينيوس نودولار ليجن افكشن هنا في الايه في السب كوتينيوس تيشو من اللي بيجي على الاكستريميتيز, والليجن دي بتاندر جوسن الالسريشن والبروجنوز بتاعها بيبقى سيء. الادل تي سيل لوكيميك ليمفوما ده نودولار ليجن وبليك وبتاندر جوسنترال الالسريشن, وفي منها انواع كوتينيوس والليمفوماتويد تايب وسمولدرنج تايب وكرونيك تايب. انا بقول لك سريعا ان الحاجه دي مش مهمه قوي ان انت تعرفها يعني بتفصيل يعني. الكوتينيوس بيولي كوتينيوس الليمفوماتويد تايب بيبقى فيها باتس ميجالي وليمف وليمفوسايتوزيس ويبقى فيها ليمف نيروباثي. السمولدرنج تايب ده بتبقى ابورتيف والبروجنوز بتاعه بيبقى ايه بيبقى معقول وهايل جدا. احنا كده خلصنا التي سيل ليمفوماس. هو يعني في خمس دقائق بالظبط انا هقول يعني السكيما اللي احنا مشينا عليها, ان انا قلت ان انا عندي بتكلم النهارده على كوتينيوس ليمفوما, قلنا ان عندي نون هوجكن وهوجكن, اتكلمت عن الهوجكن على النون هوجكن ليمفوما, قلت ان في تي سيل وبي سيل وان كي سيلز. التي سيل دي عندي منها برايمري وسكندري. البرايمري كوتينيوس تي سيل ليمفوما في منه عندي ام اف ونون ام اف والهيدرو وال 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 والام اف, في عندي ام اف ونون ام اف تايب, النون ام اف سي دي 30 بوزيتيف ونيجاتيف, والهيدرو والهيدرو لايك والاسوشيتد مع الـ مع الـ مع الاتش اي في. وبعد كده اتكلمنا عن السكندري كوتينيوس. السكندري كوتينيوس في عندي البانيكولايتس لايك والادلت سي كيميكال ليمفوما والسي دي 30 بوزيتيف شبه السي دي 30 بتاعه الايه البرايمري بالظبط. قلنا البرايمر دافع عننا الام اف اشهر حاجه واهم حاجه ولازم نعرف كويس قوي ان انا عندي كلاسيك وكلينيكو باثولوجيكال تايب والايه كلاسيك وكلينيكو باثولوجيكال تايب والايه والارثودرمال تايب. قلنا الكلاسيك تايب بري باتش وباتش وبليك وتيومر ستيج اللي ده الكلاسيك تايب. قلنا الارثو باثولوجي الكلينيكو باثولوجيكال تايب زي الفيروكا الاكثيوتيك البولس الباستولر بندوس لاك سكن البلانمارز بلانتارز بشتويد ريكلوزيس السرينجوتروبيك والفوليكولر ام اف والبيجمنتد بيبريك لايك والهايبر والهايبو بيجمنتد. كل دي انواع من الكلينيكو باثولوجيكال تايبس.
اتكلمنا قبل كده عن السيزاري سندروم وازاي ان السيزاري سندروم بالما بلانتر واسم درمك ام اف وان دي درمك ام اف ما تاخدش الاكراليا دي بتاخد هنا الايتشنج اللي هنا اكتر بروجنوز في السيزاري اسوء في الاسم درمك معقول السيزاري دي اللي هي بالما بلانتر كالديرما سب انجوال هايبر كراتوزس نيبل هايبر كراتوزس سكيل سكالب لينوين فيشز لينفوسايتوزس اتيبيكال سيزاري سيلز في البريفرال بلاد. اتكلمنا عن بعد كده عن الكلاسيفيكيشن تي ان ام كلاسيفيكيشن وقلنا الورك اب اللي هيتعمل للعيان ده والكلاستر ديفينيشن والهيستوباثولوجي. اتكلمنا عن على التريتمنت سكين دايركتد ثيرابي والسيستميك ثيرابي وبيولوجيكال ريسبونس موديفاير وتريتمنت اكوردنج للستيج. اتكلمنا بعد كده عن الهيدرو لايك سوري النون ام اف سي دي 30 وبوست سي دي 30 وبوزيتيف ونيجاتيف. واتكلمنا عن الفوتوتايب بابلوزس. اتكلمنا بعد كده عن الـ عن الـ عن الهيدرو لايك واتكلمنا عن الحاجات اللي بتيجي بعد الاتش اي في واللي بتيجي بعد البوست ترانسبلانت سندرومز. وبعد كده قلنا ان السكند ريكورنس تي سيل لينفوما عندي بانيكولايتس لايك وقلنا ان في بانيكولايتس لايك ام اف وفي لوكيميك لينفوميك تايب وقلنا ان في نوع اللي هو سي دي 30 بوزيتيف زي بتاع البرايمري تايب. دول الكوتيني البرايمري والسكند كوتينيس تي سيل لينفوما. المره الجايه البي سيل لينفوما سريعا فربع ساعه نص ساعه كده من ما فيش وممكن بقى نتكلم على حاجه ثانيه ان شاء الله ناشنا كلنا عمر. معلش طولت عليكم وموضوع كان رخم شويه وارجو ان تتقبلوني يعني. طيب اشوفكم بكل خير وتصبحوا على خير. السلام عليكم.